السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا الناس جد متحمل. الواليد تلقى المخابر شو جوج ربعة ستة ثمانية عشرة قريب 12 القبر اللي حافرين بالتراكس. ها انتم تشوفوا. شوفوا وشي حافرينهم بالتراكس. وبنادم كيبقى يقول لك ما كاينش كورونا وما كاينش كذا وما كاينش كذا. بنادم كيبقى يستاهل بهذا الشيء. هذا الحوايج راه ما تعجبش بنادم. راه ما ايه شوف ها ديال التراكس ها دخلوا ليها القبور ديال الوالد. والانسان يدير الاحتياط ديالو. الله يرحمهم هاد الناس هادو. قال لك يقول لك المرض ما كانش. كيما واحد صاحبي كان يقول لي المرض ما كانش حتى مات واحد قالو في فرنسا. عاد بقى يقول لي اه خويا لا ما يستاهلش بهاد الحوايج هادو. ويدير الاحتياط ديالو ينقص شويه من الجامع. وكنا راه غادي نكونوا هنايا كما قال واحد طوال الزمان ولا قصار. الانسان يدير الاحتياط ديالو في هذا الوباء هذا. واحد الرسالة عاود لشي عيالات عاوتاني تعرضها خالتها تمشي تجري، تعرضها اختها تمشي تجري، تدخل في وسط البشر. واش نتيا غدا ولا عشاء ولا اسبوع ولا عرس غادي تمشي نتيا تجري تما تجيبي المرض لراسك ولعائلتك. الناس راه تلعب في الصح. الناس راهي تلعب في الصح. الناس راه باغيه تموت بحال الناس باغيه تموت نيشان بحال اللي كترمي راسك لداك الشيء. نقصوا بنادم ينقص شويه من هذا. عاود ثاني واحد الطبيعه في القهاوي عاود برا الكاس يشربوا منه 20 واحد كوب ليله تاي هاك انت كمل هذا دير هذا. بنادم يدير الاحتياط ديالو. والمرض راه كاين راه ما كانش اللي كاين اللي ما كيتيقش المرض تا كيموت له شي واحد من لا فامي ولا عادي يقول لك اودي حكا راه كاين. وهادي علاش اخويا ما ديرش الاحتياط ديالك من الاول. الله يرحمهم هاد الناس هادو مساكين. شوفوا هاد الجهه ديال القبور والله الا كانت خاويه. كي سولت انا له سولت الاستاذ داك قلت له شحال كاين ميت هنا كيما راكم تشوفوا. شوف شوف تبارك الله. شوف واحد صاحبي قال لي تكون واحد 2000 هادي 3 شهور ولا 4 شهور ملي سولت هاد السيد هادي قال لي كاينه 7000 ميت اللي كاينه في هاد القبور هادي 7000 واحد. يعني راه ماشي ساهله. ها انتم تشوفوا ها شوف هاد الجهه عامره ها ها شوف 7000 واحد كاينه في مقبره هنا غير مولاي علي الشريف اللي كانت غير البارح يلاه دارت جديده. ماشي كتمشي السيري هاد السيري هذا اللي كتشوفوه هنا فيه هنا حسب داك النهار واحد السيد قال لك كاين 103 غير في السيري واحد غير هنا راه كاينه ما عرف شي 1000 وصل. والانسان يدير الاحتياط ديالو صحيح. والاخوان اللي عنده شي دار يسقط فيها كورونا في توريط راها كاينه 24 ساعه على 24 ساعه. انسان الا ما حداش راسو راه غادي يجيبها في راسو وغادي يدم ولادو. راه كورونا كاينه وراه ما كاين لا علاج لا دواء لا محزن. اللي عنده شي دار يسقط فيها. والاخوان احنا غادي نمشيو فيها راه واحد يدم واحد واحد يدم واحد الثاني راه ما غاديش يلقى اللي يدمنو. السلام عليكم. هذا الشيء اللي كان كما سمعتوا هذا تلاقيتو في المقبره تاع هو مسكين قال لكم بنادم يدير الاحتياط ديالو. انا جينا نطرحو الوالد ديالي مسكين ها هو القبر ديالو الله يرحمو. هاد الجهه كامله كما راكم تشوفوا مساكين. السي قرشاوي عاوتاني ها انتم هادو غير البارح كانوا معنا هنايا. هنا راكم تشوفوا راهم يحفروا عاوتاني ها راه يوميا كيدفنوا. قال لي السيد اللي كيحفر قال لي يوميا كيدفنوا 15 10. شوف والانسان ما عاودش يستثمر في الحوايج هادو. هادشي اللي نقولو بنادم يدير الاحتياط ديالو ينقص شويه الجامع والزيار. ماشي راه الزيار ملي كدير مثلا كيجي شي قرار ولا كيقول لك لا كذا راه بنادم كيتفوت 20 واحد 30 واحد جالس معاه في الطابله ولا بنادم ينقص شويه. الله يرفع البلاء والله يشافي اللي مريض. بنادم يدير الاحتياط ديالو كيما قال لكم السيد قال لكم راه بنادم ما غاديش يلقى حتى اللي يدفنو الا بقى. شوفوا ها مورايا راه ما عاد يحفروا عاوتاني ها. والمرض راه كاين ها. شوف المقبره كانت خاويه. شوف سلام.